لكم راه صعيبه ياسر وسخانه انسيبورتابل وهما هبطوا الاربيت عاونهم برشا ما الحمد لله الحمد لله خرجنا عبد الله عرفت كاش نوخذ دوزيام تون والحمد لله ولاباس. هو كمل الماتش راه فيزيك ما هو كمل هو كمل الماتش صلي على النبي على جوالك كملت خمسه وخميس اما هو كمل الماتش. سيد احمد كيفاش شريت المباراه اليوم؟ ظهري صعيب عرفنا كيفاش ننتصروا اليوم عرفنا كيفاش ننتصروا اليوم الحمد لله ما بديت بديت تكسب الخبره ولا عندها مدرب فف وطاقم فني معه وعمل كبير جيد قاعد يصير سابين ينتصر الكوره هذيك من رغم نقص ركائز اما اللي حضروا مصلي على النبي عليهم. الله يبارك فيك عايشك يبارك فيك. كيفاش كانت المباراه؟ كانت مباراه صعيبه ديجا الاهلي ما انت شو كيفاش نتنفسوا سخانة على الاخر اربيتر درا كيفاش كالعادة حبوا يفكونا معناتها الانتصار مي كنا رجال ايكيب قوية اقوى من الاهلي نضمن لك اقوى من الاهلي ب 20 مرة شدونا معناتها كيف نقولوا كنا نعملوا واحد بواحد عملنا دو كونتر الحمد لله صرنا واحد شيء بليس دو الحمد لله يا رب. مبروك على مبروك علينا مبروك على السيابي مبروك على بنزرتية مبروك لتونس الماتش اللي في ايفيدون هذا قلنا الاولاد راه كي تلعب مع فريق كيف الاسماعيلي اللي معناها لا بالماريس نعرفوا العباد الكل عمره قداش من 90 سنه ولا قداش هذاك اون استوار عندها وين تراديسيون ما حالك تبقى كذا بلاش غير يعني اليوم قدر ولا با في ان تري غون ماتش ابقى لي شونجمون اللي هبطوا رومبلاسوني ما قصروش الاولاد اللي لعبوا قصروا سورتو يا في لو كور ولونفي باش نربحوا وهذاك شنو راح نقولوا في تونس راه ما عندناش ممكن احسن جروب في احسن عباد في احسن جوالات في تونس ما عندنا احسن جروب علاش خاطر جروب سوليدير جروب يحب بعضه جروب يخدم مع بعضه سا في دو زون كون كومونسي سو ترافاي لا في بنزرت الحمد لله يا ربي انا باسي ان بالي سي ابي من ابريل 2011 لليوم اليوم سي ابي مون بوت كي جيت قلت il faudrait que le CAB soit le 5e grand club في تونس اليوم دو فاكتو اون لي قاعد il faut le confirmer حاجه اخرى انا ايش 20 سنه ما دخلش التيتر البنزرت انا جي في لو تيتر في زاني 80 الاولاد كل جنرسيون تلعب ما راتهاش ان شاء الله ربي يوفقنا وندخلوا تيتر البنزرت كسوة سنة والعام الجاي وربي ان شاء الله يوصل. هذه خليك تغزر الكاميرا وميساجك للجمهور اللي يتابع فيك في تونس. لا والله شو نقول كل ال انا عابين نخدم فيها الجمعيه هذه بقلبنا وربنا معناها هذيك ساعه معناها بالظروف الكل بالواحد الكل بال ان غون ترافاي ما عملوه العباد اللي في المدير نسميهم الكل معناها كلهم واحد واحد ستاف تكنيك كيف الجوريت اللي يعطيهم عندهم للاخر معناها وعلاش هذا خاطر اونفي هذه الامبيونس هذه عايشين في بنزرت ام تي غايب عاملينه كل عام كل نهار قاعد يكبر كل ما يكبر نحطوا بالي فوق اليوم انا باسي ان بالي نلعبوا دون كيلكو سيمان باش نلعبوا مع مازامبي مع ستيف il faut le confirmer on va garder le groupe تاعنا on va avoir encore deux ou trois recrutements pour le consolider on va encore معناها investir quoi que معناها pas de retombée نحبوا هالبلاد هذيا نحبوا ليكيب هذيا انا معناها عندي 20 سنه نحلم انه سي بي طاو تستيد قبل ما نكون رئيس اليوم جو فودري بيان ان شاء الله الحل مازال نعيشوا مع بعضنا الحمد لله الكاليفيكاسيون تعملت ما يلزمش تغطي برشا خدمه مازالت عندنا اليوم ما قدمناش المردود اللي عارفين نقدموه هذا يعني بون راجع لبرشا حاجات راجع لنقص في الافكتيف يعني تعرفوا الاصابات والعقوبات اغلبيه اللاعبين ناقصين خبره في المقابله الافريقيه الطقس اليوم فهمني هذا كل ما ينفيش انه خدمه كبيره السنه فينا وزيد اخر الموسم يعني خدمه كبيره السنه فينا وان شاء الله في الفاز دو بول نكونوا حاضرين بالتدعيم اللي باش يدعم به الفريق الجديد وان شاء الله يكون والله ان شاء الله تعدينا لي بول نستناو وموا سته ماتشات اخرين في الافريق وعلاش لا ان شاء الله ديمي فينال وفينال لازمنا نخدموا لي زوبجيكتيف كل مره يطلعوا شويه ان شاء الله الاولاد كل كونسيون ان شاء الله السي بي القدام مع الريكروتمون تاع اخر العام ان شاء الله نمشيو برشا في الكومبيتيسيون هذه. والله الانتصار كما قلت انت مهم وانتصار الحمد لله يا رب المفيد انتصرنا ونحن جينا لمصر على هيك على ترشح والحمد لله روحنا بشيء. جو بونس كو الاولاد الكل عملوا ماتش به كنا لوتور شرفنا نادي البنزرت والجماهير نتاعو ونحب نادي هذا الجماهير نادي البنزرت اللي دازتنا عاونتنا في ماتش الاولي. والله الحمد لله جايين عارفين على شنو قادمين جايين نحبوا نترشحوا حبينا نربحوا حتى مش حابين نترشحوا كاو لقينا منافس قوي اليوم اللي بالرسمي هبط بكل قوه نتاعو الحمد لله يا رب عرفنا كيفاش نخرجوا بالترشح والكاليفيكاسيون دور المجموعات. والله صحيح معناها الترشح كان صعيب شويه على خاطر كيما ريتو برشا عوامل خلقونا سخانه زاد الاربيتر كان معاهم شويه زاد كاو عرفنا كيفاش معناها نستحفظ على الانتصار الكبير اللي عملناه في بنزرت كاو توا صافحه ونتويوها كاو نفرحوا الليله ومازال عندنا دوري مجموعات. الحمد لله يا ربي الحمد لله والله دي كونديسيون صعاب
صراحه سخانه مش نورمال. الحمد لله الاولاد كانوا رجال، كنا الناس الكل سوليدير ظهر لي حتىكش لاخر دقيقه من الماتش. الحمد لله روحنا بالترشح ونهديوها لجمهورنا في بنزرت اللي تعبوا معانا وقفوا معانا. صحيح مباراه صعيبه، ما عرفنا كيف نوقفوا في وسط التيران، ماركاونا بونتو بريمير ميتون، عرفنا كيفاش نجريو اللعبه. ان شاء الله في مباراة افضل نكونوا خير. انا بتمنى الاول التوفيق لنادي بنزرتي، ادوا بطريقه كويسه، بتمنى لهم التوفيق. الماتش خلصان من هناك، ان شاء الله ربنا يكرمهم في البطوله، وهم اخوان شرفونا في بلدهم، وان شاء الله اللي جاي افضل. ان شاء الله بارك فيك، مبروك علينا على الناس الكل. سي كاليفيكاسيون ميريتي وتاريخيه، خاطر اول مره نادي بنزرت يدخل دوري المجموعات في التاريخ نتاعو، خاطر كان السيستم تاع قبل سيفري ازينا كوب دافريك، لكن ملي ولات فاز دبول ما دخلنا حتى مره، سي لا بروميير فوا. هاك شفتوا اللي كونوا من الماتش الاولاني نتاع الاتحاد، جوارات وراو اللي رجال قاعدين يلعبوا بالقلايب، يلعبوا بفولونتي، يلعبوا بون في كبيره. خطوه كبيره قطعناها ودخلنا في الفاز دبول. الحمد لله الحمد لله، نادي وترشح هذايا للجمهور نتاعنا. قالي عملت ثلاثة تغييرات، ثلاثة شبان عطاو الإضافة اليوم سي منصور. والله برافو ليهم، خاطر ثلاثة اللي دخلوا فريمون صالح، زادنا أن بليس كبير في البيركسيون قدام، شد الكورة، خلق فرص، جاب دي كورنير. بلال السعيداني نفس الشيء، عاوننا على مستوى الافتكاك الكورة، على مستوى خاصة الحضور البدني نتاعو. عمار كيف كيف، ثلاثة عاونوا أصحابه، ما نساوش خذاري زاد كيف كيف، عنده برشا ما لعبش، قام مقابلة محترمة في بلاصة مش نتاعو. ما عندك أربعة ولا خمسة غيابات، النادي الرياضي بنزرتي يلقى روحه في تشالنج كيما هذا. كان حاضر، نقول للجوار برافو ما قصروش، والوبجيكتيف اللي وعدوا به باش يترشحوا حقوه. تو بالي جديد المنظر بعد الاتحاد الليبي، نبداو بعد الرجاء البيضاوي الاتحاد الليبي، الاهلي المصري ودينامو زيمبابوي، واليوم الاسماعيلي، نلقاو بالي جديد وفاق ستيف مازيمبي، وان شاء الله جيش المغرب. الفتح الرباطي ترشح من الثلاثه الاولانيين في المغرب، ستيف هز الشامبيونا في الجزائر، مازيمبي كيف كيف. هما كبار واحنا كبار زاد، دونك نوريهم اللي احنا كبار معاهم وقادرين باش نعملوا معاهم دي ريزلتا بوزيتيف. وهاك شفتوا سي بي كمل ب 29 نقطة، كمل في ترتيب الأولاني. إن شاء الله في الفاز دو بول، ولو مازال شهر عندنا وقت توا باش نخمموا في الفاز دو بول، نطويو صفحة كأس أفريقيا، نتلاو شوية بالكأس تونس، وبعد نحكيو بطرف.